حتى في الأوقات الحالكة هناك بصيص من الأمل. فعندما تحل موجة جفاف أو موجة فيضانات أو تصاب الحيوانات بالمرض، بل وحتى في ظل تهديد كارثة، إذا حصل الناس على الدعم الذي يحتاجونه سيجدون طريقة للبقاء على قيد الحياة ولإطعام أنفسهم ولبناء غد أفضل. فالأوقات الحالكة لا مفر منها، لكننا نؤمن بأن القدرة على الصمود هي جوهر طبيعة الإنسان. إن إنقاذ سبل المعيشة هو إنقاذ للأرواح.